قد ما حنمر لصفاقس وين تم البارح تسجيل عودة تدريجية لنشاط شركة بتروفاك البترولية البريطانية في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس بعد التوقف اللي عرفته هذه المؤسسة لمدة أشهر، وذلك بخروج أول شحنة المحروقات نهار الأربعاء في الليل من ميناء سيدي فرج خلافا لما هو معهود، وهو الخروج من ميناء سيدي يوسف، وفق ما أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عبد الهادي بن جمعة. وأوضح بن جمعة أنه تم خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس نقل أول شحنة من المحروقات بحرا باتجاه صفاقس، وذلك عبر الباخرة كيرانيس التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، واللي أمنت نقل أربع شاحنات محملة بمادة الكوندونسا من ميناء سيدي فرج إلى ميناء صفاقس. أكثر تفاصيل معنا زهور حبيب مراسلة نسمة في الجهة. صباح الخير زهور. صباح النور جميل كيف مشاهدي قناة نسمة. بالفعل بعد أشهر من التوقف عن الإنتاج تم تسجيل عودة تدريجية لنشاط شركة بتروفاك البترولية البريطانية في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، وذلك بخروج أول شحنة للمحروقات مساء الأربعاء من ميناء سيدي فرج باتجاه صفاقس عبر الباخرة كيرانيس التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، واللي أمنت نقل أربع شاحنات محملة بمادة الكوندونسا. العملية هذه تعد هي العملية الأولى من نوعها بعد ما تم تغيير مسار نقل المادة انطلاقا من ميناء سيدي فرج بدلا عن ميناء سيدي يوسف، وذلك تفاديا للمسار البري بين موقع الانتاج وميناء سيدي يوسف، واللي للأسف اقترن بعدة صعوبات نتيجة الكهفات المتكررة للشاحنات نقل المحروقات من قبل المحتاجين. نقل الشاحنة الأولى، الشاحنة الأولى هذه تم بنجاح، ضافت خلالها كل الجهود وكل الأطراف من قبل والي الجهة والأعوان وإطارات الشركة الجديدة للنقل والجيش الوطني وإدارة بتروفاك باش أمنوا النقل، وإن شاء الله يتواصل الشحنات القادمة تواصل في نفس بنفس الطريقة وعلى نفس معلومة أخرى عاد الأمن بصفة تدريجية إلى قرقنة، وإن شاء الله بشيشد عودة الأمن كما ما هو قبل في جزيرة قرقنة. شكرا لك زميلة زهور حبيب.